رحمة الله تعالى وبركاته وعشر كلابات تربيه قيبتا فقيقة دحلك تعريف الفرائد قيحتانك فرائدك الفرائد لغة فرائد لغة وحلوير هذا جمع فريدة وجمع فريدة أو لجمعية جمع تكسير لغدقي بمعنى مفروضة معنيه ذو حاجة واجب وإي مقدرة وحل الجنقوي ومنه قوله تعالى كمدا فنصف ما فرضتم وحد واجبسين كالبركيس أيا أهاضي الفرائض السلاحا فرائض وحلوقيحا اسجلاح مكال غفيريو ولماذا وحكوقيحا هو العلم الذي يعرف به وعلم قلقو قرتو من يرث الروح دحلو ومن لا يرث إمذاب دحلين ومقدار ما لكل وارث مدكستو وحد حلنا سامق وحكو دحلو وحالو قيحا الفرائد لسع الفرائد والعلم الذي وعلمك يعرف به لغو دراسين لغو قرتو من يرث الروح وحد حلو ومن لا يرث إيمكا وحد حلين ومقدار ما لكل وارث إيمكستو دحليو هل بيغا قياستا يقدرك وحكو دحلايو ثمرة التعلم الفرائد مرها أي ليدها برشادة علمك فرائدك هي إعداء ذوي الحقوق كو حق وذين سيوي حقوقهم كما سيد اللغوسي شرع الله سبحانه وتعالى إلهي جديي سواء كانت أهاتو هذه الحقوق حقوقة إرثا بالفرض متكو دحل فرض واجب حكو دحل أم التعصب أم بهما معا أم اللبض وضل لقبه أم بهم بالفرض والرد كو دحل أم إرثا كو دحليو بالرحام رحم قراب كو دحليوي ثمرة تعلم الفرائد هي وحواي إعداء ذوي الحقوق حقوقهم إلا سيوي كو حقه ذل حقه ذل سيوي سيدي إله سبحانه وتعالى أجري سواء كان دابها سواء وحاسما كان داديتها هذه الحقوق حقوق دان إرثا بالفرض أم بتعصب دحال كان كو دحلو فرض نما كو دحلو أما التعصب كو دحلو أو عسبيها نقضى أو قرابيها نقضى أم بهما معا أما حبصلا وتبلا بدوضا أم بالفرد والرد دحل أم علنا كل حلو أم إرثان دحل توي أو بالرحمي التركة مركة تركة محل رضا التركة والمراد بها مراد كل جلجة روحي تاي ما يخلف وحى كتجي الميت الروحي لنتي من مال أو مالا أو اختصاص وحلا جاري لي سواء وحاسما كان هاي نخذ الشيء أو كتجي مما شيء يمكن سرد قرية قسمته إن لقيب أم لا أم ميا حكم تعلمه تعلم الفرائد حكم كسوليها تعلم إن تعلم هذا العلم علم لبرتو فرض كفاية بإجماع الأمة أمة أهامك لفيري وقيب تقامك لأركو وحاول نقول دونا فرض كفاية هذه لوين حنا قلنا فرض عين إشان قدرت قدام بابا يعني مركب وإشان فروض الكفاية أنت فرض الكفاية وحلقة ودا أنها تجب وحيكوها جبسة على جميعنا أما جميع هذا دمان في الجملة لكن إذا قام بها دو استاغو ما يفيس روح أوفيا سقد الإثم الدمج وكدعا أنا الباقين كوا صهري وإذا تركوها ديكا تغانا جمعا دمان تود أثموا دم بابيان فنتنبه هنكو برارقنو إلى فضل هذا العلم علمي فضلك أوليهاي وأهمية تعلمه إيو أهمية أما أهمية أوليها برشديسة الحقوق المتعلقة بالتركة حقوق ذا كتعلق ذا تركة ذا مركة وحي لغتك إذا مات الإنسان إنسان كدود انتو فيتعلق وحا كتعلق بتركته كتيتان كيسي خمسة حقوق على النحو التالي شن حق أيا كتعلق ذا سيد صوصع تكو مؤنة جزيز يرتو حقوة إن أساق لك الدياريو سواء مالا ذو حيسا ميسا خفك مركو لنتو كفانتي دوغمدي قرابة بحيسا أسو حول الله تاس خلط واي صدقوا ما هنا حولي إساق أولي مؤتة جد جيزي بحي إساق لغو دوغلا إلا قد دياري عرفا والمراد بها وكل ما يحتاج إليه الميت ووحول بأباية ميت كد انتي واي حتى بوضع في قبره إلاها كان نغط وحي قبره لغو لها فيدخل فيها لغو قلن لها بثمن الكفي بس فيدخل فيها وحاسو قرائده بثمن الكفاني كفاتي لغو دبولة العقدة دي إيو التوابع ويحي سوار رعبة وأجرة التقصير كو نغا يدير العقدة هذا نيان
وحفر القبر قبر قدي ونحو ذلك ومؤنة التجهيز وحقوق ذا كنت على ذا قفك حولها كتك حولي لقتك قفك حولي لقتك محاك كنت على ذا قفك كو مؤنة التجهيز إن سيئ لقد دياري الحقوق المتعلقة بعين المال حقوق ذا كنت على ذا بعين المال حالة شيء نفتر كيسة دين بلغولها وهابا والمراد بها لديون برهن إن سيئ بالعقل وغولها أسين لقد يبال ربا الحقوق المتعل الحقوق المرسلة في اللغة حقوق ذي لدري والمراد بها وحال الديوان التي بلا رهن وحيابا إساق لقول لي هاي إيه سؤال هانو كلي كم بني الله عاكولة تكان الله عاكولة وحابا بلا رهن وحابا ما ديغان لعاك تاسا لقد بحنا أيضا أفر الوصايا وحساقو دردارمي الوصايا جمع وصية ودردارا جمع عذوي والمراد بها التبرع بالمال مالك لو قيبيو معلقا على الموت موت كحرا ولها وحولية شروط وقيود وحكام حكام تاسو مبسوطة لفيدي في كتب الفقه في كتب تفقه قلقو في دي اوغو كتب تاسا اباها مرك ان لبرتو شن الارث دحلتوي والمراد هنا انا ماشا اسعننا والمراد مراد كان لنا هنا هالكوان تعريف الارث دحقيحتانك دحل الارث محلل الارث لغه بمعنى وحلقه ودا البقاء وباقي هاشو والوارث متك وارث كا وحدخليه والباقي ومتك سو هري وياتي الارث ارث وايمان دونا بمعنى الاصل والبقيه اصل كو ايمان دونا الارث ازلاحا حق قابل وحق اقبالي للتجزئ الا قيبيه او لا غوي او لا قيبيه يثبت حق سغنيو بسبب قرابتنا كوسو نادو أو نحويها ويحي لمدة لمستحق مت معناها متيستي بعد موت مورثته كذب جيريدي نكي لأحلاي كذب أركان الإرثي تيررك نحلتو يدا تعريف إرثي بحالة الركن وحوى الركن وقيب الركن وحرى جانب الشيء الأقوي الشيء قدنع وكحوقين يعني بمعنى الجانب الذي يعتمد عليه وقنع قيبة العسكرة عبارة عبارة عن جزء الشيء قبل كي الذي كاسو لابد منه لتقوينه كاسو أسن كل من السرمية تسأل هذا كي يقول حوليا عاس عاس على قضاء مرك عاس عاس كاسا بحان وتعري لحال كم حال هذا ركني مرك حواي لحال تيرتي سوا وأركانه أركان تيسان أركان إرثي ثلاثة وسد حواي الوارث حق المورث الحق الموروث صدح هذا سوى حاله تيرك دخلت يده المورث والمراد به الميت المورث كي لا دخلاي الوارث كي واحد دخلاي حق الموروث يبقى حلو دخلاي انت صدق له دخل جرمك انت دي له واي دخل مجر المورث به المراد به الميت حقيقه او حكما حقيقه باب لو جرا باب دنتيبه او حكم حوا قفكي 20 سنه 30 سنه 6 سنه ما بالحايه والحكم إنه ننتهي دونه راعي بدي سوما حال سووري بدي ودونتي ودكتي قفكي مركا غيري نولا ميلوغ موغا والسي والا بادقو واحد قادر حكومة حكما إنه نتال حكومة يا مركا تاس مركا علماء فقهي آده والين والميت حكما من حكمه والروح لحكمي بموته غيري ديسا بناء إذا لغو ديساي على غلبات الذن معناها مالها واح أبداً وذلك أريكا وحوى كالمفقود كي لواي إذا حكم القاضي قاضي هدو حكميو بأنه في عدد إنه كتر سيني حق غيري ذا مركا قاضي قوانك قاري مركا قاضي قوانك قاري الوارث كي وحد حلاي وهو الحي وامتك نول حقيقة أو حكما حقيقة نول وابسو تاغيه أو حكما أما وامل مرحالة ويل أولا لا جرؤني أو ديغان انتي أو كسماي ديغان أما كالقعي ديغان حكما مركا ممن قام به وروحه كقما بسبب من أسباب الإرث الآتية إيسو سعودة وقولنا هذا الكين أو حكما إشارة وباقية أما الله فرفيقا إلى تورث الحمل سورة قلم الشيخ إنه كل حلي كرو فإنه يورث لحليا بناء على حكم السجل لغو حكمنا بأنه حي إنه نوليا الحق الموروث هو وحوى ما يخلف وحكا قلال نقوني الميت روحي لنتي من أنواع التركة وحيابي نعيدي إساق وكتك وباقكنا فهذا الأركان أركانة الثلاثة إسدح ذا لابد منها وحاب لغمارمان
لتكوين الإرث دحلتويه ده إني دمي السيرتو فإن عدي لوايو أحدو ما متكود فلا إرث حينا إذن واحد دحلا مركاس مجرتو واشنا فلا بد لا بد منها لتكوين الإرث فإن عدم أحدو ما فلا إرث حينا إذن واحد دحلا مركاس مجرتو دحلتويه شروط الإرث أم بلاونا مركا شروط لحالته إذا كود تعريف الشروط حالها لغة وإزلاحا تعريف الشرط لغة إلزام الشيء شيء للازم والتزامه شيء لغو لازم مركا تعريف الشرط إزلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته ما يلزم ووح لازمه من عدمه إلا العدم شيء وايسا ولا يلزم أن لازمين من وجوده التانقس وجودا ولا عدم لذاته ذاته سنة أن لوان من الشروط الصلاة وحكمة الظهارة الظهارة هذه الظهارة لواي صلاة واللواي لكن لا يلتزم من وجود الظهارة وجود الصلاة كمواجبة فقد يتظهر الإنسان ولكن لا يصلي قفك ودائر قادر لكن ما تكون هر ودائر سيهاي لكن ما تكون مرك الشيء وحكو حرم واشرده مرك صالحان هذه آد إما هذه آد العقد بحصو وحان كسينا خلين ما كان قلن لغوصي وحي كحران تا إن العقد بحصو شي كحران مارك شرد اللي رأى مارك شروط الإرث مارك أصبابها أما وحيابها شروط الإرث للإرث لحالته إذا ثلاثة شروط سدح شردية ليدا هاي وهي وحوا تحقيق موت المورث إن لحقيج قفك لحلا يقرديس لابو تحقق حياة الوارث كان لحلا نوليشيس إن لحقيج بعد موت المورث كان لحلا يقرديس كدب ولو لحظة إلي برق سابهاته سادح العلم بسبب الإرث إن لأغادو صابتو قفك بحكو لحلا ما دو تحصوشين حسود التنكور ريسي أنكاها ديني مقدمات الحلقة إن لو أجي هاي قفك وإنه قرتا نسبك وإنه حكى قرتا وحياباس وكله أوكي تحقيق موت المورث مركا قفك لحلا يقيريس إن لحقيجي كو أو مسأل الحاقة بالأموات إن لحق لها ليسيو حكما حاجة حكمك كالمفقود سيدي قفل واي والتحقيق من ذلك وحلقه وضع إما بالمشاهدة والمعاينة إن أركو أو الاستفادة وهي استفادة حواء انتشار خبر موتى وحالصه استشارة ورصه اختراع عمل أجاري خبرك جريدة بين الناس أو بشهادة العدلين عمل مرقاتيو تساهم المياه عبد القادر جت عقص أرق نسوم ميدا ونسود دغني بشهادة عدلين ضد عادلين أمريكا كو لبو تحقق حياة الوارث كان واحد حلا يجريس إن نولشيس إن لحقيجو بعد موت المورث خفك انتي ولو لحظة البغرسة قال أنا قال أبي يا دنتي أبي سجاسة ودنتي أنا قادم ب أنا قم أبي أنا قن حول دنتي توانسة حرسة وكذا بي والحقيقي ولو لحظة البغرسة بكذا بي دوره بي أو مس الحاقة ولا ليس بالأحياء إنه ليش حكما كالحمل سد أول كوكر سدح العلم إن علم نقول هذا بسبب الإرث وحوق وحو الأحلى فقد يكون سببه حنقدنا القرابة أو النكاح أو الولاء وأركضنا أسباب الإرث هذا النوع قرنه قفك وحقول حل على قرابين وحقول حل نكاح قول وحقول حل أما ولاي أو ولا أو قفكا وحقول حرية وحقول حل أوكي أسباب الإرث مركا أسباب الإرث تعريف السبب لغة وإزلاحا السبب لغة لغة وحلو لذا ما يتوصل إليه به ما يتوصل وحلو قاري به سببك إلى غيري غير كسال وقارا سواء كان هنقض حسيا كالحبل سيدا أوركو كالو ونحوي أو مسيو حنقون كرا معنويا كالعلم سين لو أقاد الذي يتصلو كاسو لغوت إلى النور وحالو قارا مركا نور إيو هنون ما يتواصل بي لا غيري غير كالو قارا مركا سيدا حريقو كالا أما معنوى هاما كالغا فيرينا ونقون أيو سيدا علمي ونور لغو قارا كاسا حريدا سبب أسو إزلاحا حالا ما يلزم واحد لازمين يوي ما يلزم واحد لازمين يوي ما لازمين يا من وجوده الوجود ومن عدمه العدم فلذلك قولنا ما يلزم من وجوده الوجود
فقد يخرج وحاكبها الشرط شرط يا كبعه مشان فانه لا يلزم هو واجبني او مو لازمني من وجود شيء الا هلو وجود المشروط شيء وحلو خري كما سبق تقريره سيدي هور اسو اقرنيبا هور صار وقولنا من عدمه العدم ويتانك اسميدا لوينو سن كخرين فقد يخرج المانع مانع اياك مشاك بحاي فانه لا يلزم من لازمنا من عدمه العدم كما سياتي سليما دونتا اسباب النكاح اسباب تلسكو دخل لسكو دخلو النكاح اولا نكاح او هوراي مرك النكاح اولا نكاح او هوراي والله اعلم نكاح نو جوغي دونا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.